أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام هنيئا لكم يا من سمعتم نداء ربكم وصارعتم وبادرتم إلى بيت من بيوت ربكم لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام والله عز وجل ينادي عليكم ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أبشركم إخوتي الكرام ببشرى النبي عليه الصلاة والسلام لكم و
ولمن هم على مثل حالكم، حينما قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وانتظر ومشى ولم يركع وجلس إلى الإمام واستمع وأبصر إلا كتب له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. هنيئا لكم. إخوتي الكرام، لما دخل شهر ربيع الأول، هذا الشهر الجبار الذي وقع فيه أعظم حدث عرفته البشرية، وهو ميلاد النبي على الراجح من أقوال العلماء، في هذا الشهر العظيم المبارك انتفض أمة الإسلام تحتفل بهذا الحدث العظيم. تليت الأشعار ورفعت الرايات وأقيمت الحفلات في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. الكل شعاره صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أيها الكرام، ما انتهى هذا الشهر العظيم المبارك إلا وقد خفتت الأصوات ونكست الرايات التي رفعت في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وانقطع الحديث ونسي الزاكرون المحبون للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا مما كانوا يفعلونه. بل أعجب من هذا أيها الكرام، انتفضت الأمة انتفاضة أخرى، لكنها حقيقة وواقعا أعظم من انتفاضتها في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قامت أمة الإسلام بأكملها تتحدث عن حدث، أعظم حدث في تاريخها المعاصر، حدث المونديال. ساعات واحتفالات واهتمامات وأشعار وأغاني وأموال تنفق بالمليارات، لو أنفق عشرها في سبيل الإسلام لارتفعت راية الإسلام في الأرض من أولها لآخرها. وقامت الأمة المباركة ترقص وتطرب احتفالا بهذا الحدث العظيم، بينما أطفال سوريا والعراق غارقون في الوحل والطين، لا يجدون لأنفسهم مأوى في الوقت الذي أنفقت فيه الأمة أكثر من 200 مليار لإقامة هذه المباريات المباركة التي أعطتها الأمة جل اهتمامها. ثم نسيت الأمة صعام احتفالاتها بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الاحتفالات التي لم تجاوز محطة القرآن الكريم. أما الآن آلاف المحطات تنفق عليها المليارات لهذا الحدث. نعم إخوة الكرام، القصة كلها لعب، واللعب ما ذكره الله عز وجل في القرآن إلا زمن ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل. نعم إخوة الكرام، لو كانت الأمة في مجدها وعزها وسؤددها وملكها ما أنكرنا عليها هذه الاحتفالات وهذا الاهتمام البشع بهذه الكرة، لكن الأمة تعيش في مآسي ومآسي وفقر وضنك وهم
ونسيت الأمة كل هذه الآلام وصلت تبحث عن هذا الأمر الذي يدمي القلب. إخوة الكرام، أن هذه الشعارات التي رفعت في محبة النبي في شهر ربيع الأول، أين هؤلاء الذين قالوا إن محبة النبي مقدمة حتى على محبة النفس والأهل والمال والولد، وأنه كما قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، كما قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فلتنتظر الأمة إخوة الكرام حينما تدنس أراضي المسلمين بشارب الخمور والعقر والزنا والرقص. إذا أيها الكرام، أين محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أدعياء المحبة من أمثالنا الذين قالوا إن راية الإسلام في حياتهم هي أعظم راية؟ أين هذا الكذب والزور إخوة الكرام في حياة المسلمين في هذه الأيام؟ إن المحبة الحقيقية للنبي ليست رايات ترفع يتمسح بها المسلمون، وليست أغاني وأفلام ومسلسلات يدعى أنها إسلامية في محبة النبي، لكن محبة النبي إخوة الكرام هي امتثال وسير على طريقته وسنته، وأن لا يحيد الإنسان عن سنة النبي لا يمينا ولا شمالا في حياته بأكملها من أولها إلى آخرها. لما ادعى الجميع محبة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت آية قال الصحابة هذه هي الممتحنة التي تمتحن الحب الحقيقي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إخوة الكرام، ما الفرق بين محبتنا الزائفة التي لا تجاوز الألسنة وبين محبة الصحابة للنبي التي ملأت قلوبهم وتغلغلت في أجسادهم حتى صار أجسادهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أرواحهم قلوبهم خلف النبي وفي طريقه، لا يترددون في التضحية بأي شيء يملكه في حياة نصرة لدين الله تبارك وتعالى. تريد أن تعرف الفرق بين محبة الصحابة الكرام للنبي ومحبتنا؟ استمع إلى هذه القصة الحقيقية الواقعية والتي حدثت لرجل في زماننا. هذا الرجل جلس مع نفسه جلسا قال فيها والله لو أنني حي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأحببت النبي كما يحبه الصحابة الكرام، ولبذلت في سبيلي وسبيل شريعته كل ما أملك. ثم إذا بهذا الرجل ينام ويرى نفسه في المنام مع النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي على شمال النبي ورجل من صحابة النبي يسير على يمينه والنبي عليه الصلاة والسلام بينهما. يقول وإذا بسيارة تأتي مسرعة، سيارة رقم عظيمة، وتأتي بأقصى سرعتها وهي في طريقها لدهس النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل يقول انظر إلى السيارة مسرعة أقصى سرعة
الى النبي لا ادري ماذا افعل. والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر الى هذا الرجل من امثالنا صاحبنا الذي يعيش بيننا ما زال حيا. النبي ينظر اليه وهو ينظر الى النبي والسيارة ولا يستطيع ان يحرك ساكنا. النبي ينظر اليه وينظر الى السياره والرجل ما زال ساكنا. النبي ينظر اليه وينظر الى السياره والرجل لا يحرك ساكنا. فلما دنت واقتربت نظر النبي الى الرجل الصحابي واذا به يلقي نفسه امام السياره ويعطلها حتى لا تصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. قام هذا الرجل الغافل والذي قد اخذ درسا عرف فيه قدر محبته الحقيقيه للنبي وانه لم يستطع ان يضحي بنفسه من اجل محمد عليه الصلاه والسلام حتى ولو في المنام. فكيف بهؤلاء الذين ضحوا بكل غال ونفيس من اجل محبته الحقيقيه للنبي عليه الصلاه والسلام. كان هناك رجل من الصحابه اسمه خبيب بن عدي. هذا الرجل الصحابي لم يترك غزوه ولا معركه إلا ورفع فيها دين الله عز وجل، إلا وأخذ سيفه من رقاب أعداء الله ما أخذ، حتى صار هذا الرجل المطلوب الأول عند أهل مكة. طلبوا في رقبة خبيب ما شئت من ذهب وفضة وأموال ونساء، لأنه ليس هناك رجل في قريش إلا وقد قتل خبيب أعز الناس إلى قلبه. فنظرت قريشا اذ ظفرت برقبته ان تعلقه في البيت الحرام. وما من قبيله من القبائل الا وهي تعرف هذا العرض المغري من قريش للحصول على رقبه خبيب بن عدي اعظم اسير عرفه الاسلام. بينما ارسله النبي عليه الصلاه والسلام في شان من شؤونه وبعض الصحابه خرجت إليهم قبيلة من قبائل العرب فأمسكت بهم وأسرت خبيبا مطلوب الأول عند أهل مكة. أخذت خبيب عادت به إلى مكة سلموه واستلموا الجائزة. وكانت قريش في الأشهر الحر وكانت قريش لا تقاتل ولا تعتدي في الأشهر الحرم لأنهم أهل بيت الله الحرام. أخذوا قريش خبيبا سجنوه عند امرأة من قريش وسلسلوه وقيدوه وتركوه. تقول هذه المرأة والله ما رأيت أسيرا أعظم بركة من هذا الرجل. تقول كنت أدخل عليه فأجد عنده فاكهة أنواع من الفاكهة ووالله ما منها حبة واحدة في مكة بأكملها. الله عز وجل يسوق إليه رزقا. تقول المرأة في يوم من الأيام طلب منها خبيبا موس حديدة حتى يزيل ما على بدنه من شعور. قالت فأعطيته الحديد الموسي. وبينما خبيب في يده الموس تقول المرأة وإذا بصبي من صبيانه غفلت عنه فدخل إلى خبيب. قالت وما هو إلا أن وجدت هذا الصبي بين يدي خبيب رضي الله عنه. مرأة تبحث عن الغلام إذا به في يد خبيب وبيده الموسي. المرأة سقط ما في يدها. أي إنسان حكم عليه بالقتل ظلما يستطيع جاءته الفرصة لينتقم. المرأة لم تستطع أن تتحرك من مكانها فنظر إليها خبيبا وقال هوني عليك ثم ترك لها. فلما انتهت الأشهر الحرم نادت قريش كل من له صقر عند خبيب يأتي ليتشفى. جاءت قريش بأكملها رجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها
ينظرون الى مقتل خبرهم. نصبت له خشبة الصلب، وقبل ان يصعد الى الخشبة ويصلب، قبل ان يقتل ويقطع بدنه قطعة قطعة، قال ابن خبيب: ألك حاجة؟ قال: نعم، أريد أن أصلي ركعتين. قالوا: صلي. فكان خبيبا أول من سن هذه السنة، ركعتين عند القتل قبل أن يقام عليه الحد، يصلي ركعتين. صلى ركعتين وتجاوز فيهما، وقال: والله لولا أنكم تظنون النبي خوفا من الموت وجزعا لأطلت في هاتين الركعتين. ثم علق على خشبة الصلب، وأخذوا يتشفون في قتل وتقطيع وتمزيقه، فأمسك به رجل من قريش وقال له: يا خبيب، أتحب أنك سالما في أهلك ومالك، وأن محمدا مكانك، ترجع إلى أهلك وتتمتع بزوجتك وأولادك ومالك، ومحمد مكانك يعذب؟ فقال: والله ما أحب أن أرجع إلى أهلي ومالي وأن يشاهد رسول الله بشوكة، حب حقيقي، ليس خذلان للنبي حتى في المنام. الرجل يقول: ولما اختبر في المنام سقط، وهذا على خشبة الصلب يقطع بدنه قطعة قطعة، ويقول: والله ما أحب أنني سالم في أهلي ومالي وأن يشاك رسول الله بشوكة واحدة. ثم نظر إليهم وقال: اللهم احصهم عددا، دعوة مظلوم، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. يقول رجل ممن شهد مقتل خبيب: والله ما مر العام ورجل ممن شارك في قتل خبيب إلا وقتله الله عز وجل بشر فتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الكرام، هذا هو الفرق بين محبة الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الأمة في هذه الأيام. أخي الكريم، إذا كانت الساعات تمر عليك وأنت في معصية لله، أو في أمر لا يقدم للإسلام حظاً ولا نصيباً، ولا تشعر أنت بقيمة هذه الأوقات، فاعلم أن محبتك للنبي ناقصة. إذا كانت الساعة والساعتان تمر عليك أمام مباراة مسلسل أو فيلم من الأفلام، وأنت في غاية السعادة وانشراح الصدر، وقد جمعت زوجتك وأبنائك على معصية لله عز وجل، فاعلم أن محبتك للنبي ناقصة. أخي الكريم، أما إذا كانت الساعة والساعتان تمر عليك وأنت تصلي على النبي في اليوم 1000، 2000، 5000 مرة، وأنت تجمع أسرتك وأبنائك وتقرأ عليهم شيئا من سيرة النبي، اسم النبي عليه الصلاة والسلام، سل ولدك الآن عن اسم لائق مسلسل فيلم، يقول: قل لهم اسم النبي محمد، اسم النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد هاشم بن عبد مناف بن قصيد بن كلاب بن مرة، لا يعرف شيئا عن هذه الأشياء. أخي الكريم، قل له قصة سردت على أبنائك حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كم عدد غزواته، كم عدد أزواجه، كم عدد أولاده. سأل نفسك اليوم وأبنائك كم عدد أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ذكورا ونساء.
ستعلم أخي الكريم أننا في غاية التقصير في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اهتمام الأمة الزائف باللغو واللعب والباطل والزور في حياة الأمة، لو أعطينا عشر إعشار اهتمامنا للنبي والدين ولشريعته ما وجدت من المسلمين جاهلا ولا عاصيا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ موتانا وموتى المسلمين.